مرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام في حصة حلوة الأحباب، وإحنا مرحبا بنا عندكم. كما كل خطرة اليوم جيتكم بحلوة جديدة اللي سميتها الخمسة، واليوم حلوتنا تاع اليوم كومبلي شوكولا. نروحوا نتبعوا المقادير ديالنا. عندنا 100 غرام شوكولا نوار، عندنا 125 غرام شوكولا بلون، عندنا 25 غرام زبدة، عندنا حبيبات لوز محمصين، وعندنا زوج مغارف لوز محمص ومرحي، ونسحقوا ان جون دوف. نبداو بالشوكولا نوار ديالنا. انا كنت درت حمام مائي، ندير الشوكولا نوار ديالي الدوب، هي الدوب تبتم ما تاخذش الوقت. كما قلت لكم اليوم حلوتنا تاع اليوم خفيفة، ما فيهاش لي زانغريديون بزاف. هاي الشوكولا تاعنا بدات تذوب، نقص شويه النار. نحيها من النار باش الشوكولا تاعنا ما تنحرقش. هاي تشوفوا الشوكولا تاعنا قريب توجد، نزيدو نحطوها فوق النار يسخن لنا الماء. هاي الشوكولا تاعنا وجدت. انا واش ندير؟ نجبد ان بول، ندير فيه اون بوش، نزيد نخلطها شويه باش نتاكد باللي دابت كامل باش ما تحصلناش في لابوش. نجيب مغرفه صغيره، نفرغ الشوكولا ديالنا في لابوش، تجينا عمليه سهله للخدمه. نجبد المول اللي حنستعملو اليوم، هاد المول تاع الخمسة هم متوفرين في الأسواق، هما صح سيدي مول خرجوا جدد بصح تلقاهم متوفرين في الأسواق. نتقب لابوش ديالي، نسيي نعمر لو فون تاع المول. كي يكون عمر فيه ما نطلعش حتى للفوق مادام ينعمر لو كار تاع المول. لهذا الشكل نحكم المول ديالي، نخبطه شويه على هذا الشكل باش تدخل لي بيان شوكولا في هذوك لي ديسان تحتانيين. انا نديرها داخل الفريغو تبرد شويه. ونروحو دوزيام ايطاب. دوزيام ايطاب تاعنا عندنا
كما قلت لكم 125 غرام تاع شوكولا بلون، نديرها في حمام مائي نزيد 25 غرام تاع الزبدة ديالنا ندير لو جون دوف نسي نحي كاع لو بلون ما نخليهش ونخلطهم كامل دوك انا نخلي الشوكولا بلون تاعي يدوب مع الزبده والجون دوف كي تفوت دوبلي ندلها زوج مغارف تاع اللوز اللي كنت حمصتهم ورحيتهم والشوكولا نوار ديالنا اللي درتها في الفريغو راهي تبرد انتوما ما تروحوش بعيد فاصل ونعاودو نولو مرحبا بكم معنا مرة أخرى مشاهدينا الكرام بعد ما حلوتنا بردت نوري لكم كيفاش نديمولوها هاي الشوكولا نوار تاعنا راهي شدت وحنا شوكولا بلون اللي دوبناها في حمام مائي ودرنا لها ان جون دوف وشويه زبده وقلت لكم هذاك اللوز اللي كنت رحيته وحمصته راني درته لداخل دوكا نديرها داخل لابوش عملية سهلة وما تشتت الوقت بزاف خصها غير شوية لا باسيونس هذا ما كان نفرغ لافاس تاعنا نفرغ لافاس عفوا الكيس الحلواني قبل ما ندير لافارس ديالنا نحكم هذاك اللوز اللي قلت لكم كنت حمصته من الاول نديرو في وسط الحبه انا ها ثلاثه نخليهم باش نشبع بهم راسيات واللي ما يحبش يدير اللوز ما يديرش اللوز يقدر يدير ديريكت لافارس نعمل الحبة تاعي حتى للفوق انا راني كملت قلت لكم ثلاث حبات نخليهم باش نشبع بهم العصيات نحكم نخبط المول تاعي هكذا لتحت دوك انا واش ندير نديرها داخل الفريغو
تدرحها. وكان هذه الحلوتنا اللي درتها داخل الفريغو حوالي نص ساعه حتى سويعه. دوكا انتما ما تروحوش بيت، احنا فاصل ونواصل. مرحبا بكم معنا مره اخرى مشاهدينا الكرام. هاي الخمسه تاعنا راهي واجده بعد ما ديمولناها وخليناها تبرد، قلت لكم من نص ساعه حتى سويعه. وحنا درت لها اللمع الغذائي الذهبي وزلا شويه البريون كريستال. واش نقول لكم دوكا تاكلوها بالصحه ولهنا، ونقول لكم حاجه كلوها وما تخافوش كاع العين، ما بقى لي غير نقول لكم تاكلوها بالصحه ولهنا. سلام.